السلام عليكم. قبل 3 قرون تقريبا كانت شبه الجزيرة العربية تشهد فوضى سياسية، وكانت بلدانها وأقاليمها في فرقة وتشتت ودائمة القتال والحروب فيما بينها، حتى هيأ الله لهذه الأرض رجلا صالحا شابا من مواليد الدرعية، كان عمره آنذاك 30 عاما فقط، ليتولى حكم الدرعية التاريخية. وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه كان يملك من الحكمة والنظرة المستقبلية ما أهله لإنشاء حضارة تزدهر عبر القرون. رفع شعار الوحدة وبدأ بمدينته الدرعية ووحد شطريها وجعلها تحت حكم واحد. ثم بدأ مرحلة جديدة في شبه الجزيرة العربية، حيث وضع لبنة البناء والوحدة ووحد معظم أجزائها، فانضمت القبائل تحت رايته ودخلت القرى والبلدات في حكمه تباعا، مما جعله أول حاكم عربي مسلم يرمم مفهوم الدولة في الجزيرة العربية بعد دولة الخلافة الراشدة. فأصبحت الدرعية عاصمة لدولة مترامية الأطراف تنعم بالاستقلال السياسي وعدم الخضوع لأي نفوذ في المنطقة أو خارجها. ثم توالت إنجازات الدولة في عهده وعهد من بعده، وشهدت استقراراً كبيراً وازدهاراً في شتى مجالات الحياة، وأصبحت مصدر جذب اقتصادي واجتماعي وفكري وثقافي. هذه القصة العظيمة على الرغم من بساطة سردها هي قصة بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى مع تولي الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية التاريخية منتصف عام 1139 هجرية، الموافق 22 من فبراير عام 1727 للميلاد. هذه القصة هي قصة قيام أول دولة مكتملة الأركان في الجزيرة العربية بعد دولة الخلافة الراشدة، هي قصة عودة محضن الإسلام الأول لقوته واستقلاليته وأهميته التاريخية على خريطة العالم، وهي أيضاً قصة تأسيس الدولة القوية العادلة التي ينعم أبناؤها اليوم بمنجزاتها. والناظر إلى التاريخ سيعلم أن هذه القصة ليست بجديدة أو مستغربة على أرض الدين والحضارة، ليست بجديدة أو مستغربة على وطن موغل في القدم جذوره ضاربة في عمق التاريخ، جذور قائمة على وطن متفرد وقادة حقيقيون يعرفون أن قدرهم هو التأسيس للدين والدنيا والجمع بينهما بالعمل الواثق القائم على صدق الرجال وخلق الملوك لخدمة الوطن وتطور المجتمعات البشرية وتقدمها نحو الوحدة والسلام والأمن والتقدم، جذور قائمة على الإيمان الراسخ والعقيدة الصافية والتمسك بالكتاب والسنة، فلم تهزم يوما ولن تهزم مهما كان بإذن الله تعالى. من مانع المريدي مؤسس الدرعية جد أسرة آل سعود، مروراً بالدول السعودية الثلاث حتى عصرنا الحالي، ومؤسسو مراحل هذا الوطن يؤكدون لنا على منهج ومنزلة هذه الأسرة العريقة، أسرة آل سعود، التي تقف بعد عون الله تعالى وراء الأعمال الجليلة التي تحققت بصورة مذهلة عبر مئات السنين، وأقامت دولة قوية البناء لها حضورها المتميز على الساحة العالمية في الميادين الدينية والسياسية والاقتصادية. رجال فتح لهم التاريخ الباب على مصراعيه ليدخلوا منه في ثقة متفردة إلى كل صفحاته وسطوره وكلماته منذ فجر التاريخ وحتى الآن، نراهم في كل لحظة أمن وأمان وفي مقدمة الصفوف في كل حالة طمأنينة ووحدة واستقرار وكل جانب حضاري وعمراني. هذه حكاية دولة متفردة تأسست بأيدي ملوكها ورجالها المخلصين، وقصة أسرة عريقة حكمت فأحسنت وقادت فأتقنت. لذلك ليس من المستغرب أبداً أنه منذ بداية التاريخ وحتى وقتنا الحاضر والمملكة العربية السعودية وأهلها يفاخرون بحاضرهم كما يفاخرون بماضيهم العريق. طوبى لهذا الوطن الغالي بمؤسسيه الذين أسسوا وطنهم على قواعد متينة راسخة تجمع بين التمسك بالثوابت الإسلامية والانفتاح الراشد المتعقل على معطيات الحضارة الحديثة والنهضة الشاملة، وطوبى للمملكة وأهلها وشعبها باحتفالات يوم التأسيس في 22 من شهر فبراير من كل عام، يوم فرحة جديد للمملكة وأبنائها ولنا جميعاً، ومناسبة غير مسبوقة للتعريف بأهمية هذا اليوم والعمق التاريخي والحضاري للدولة السعودية الممتد لأكثر من 3 قرون، وفرصة لإبراز روح المحبة والولاء والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم في الماضي والحاضر
والمستقبل بإذن الله. أينما اتجهت اليوم في جميع محافظات ومناطق المملكة ستجد الفرحة في كل مكان، ستجد الشوارع مزينة بالأعلام، ستجد حولك الفعاليات الفنية والثقافية والبرامج والأنشطة والأحداث المبهرة. عيشوا فيها أروع لحظات الفرح والفخر برحلة انطلاق الدولة السعودية التي قادت للحاضر المزدهر التي تشهده المملكة حالياً، والمستقبل الزاهر الذي ينتظرها بإذن الله بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. حماك الله يا السعودية يا أرض الخير والحب والعطاء، وأدام عليك الفرحة والأمان والازدهار، وكل عام ومملكتنا وملكها وشعبها بألف خير، والله يحفظكم ويحفظ خليل.